السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة في شعبة إفادة. درس اليوم حول الإملاء مع الشكل. كما تنعرفوا بأن عندنا سلسلة من الإملاء بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم إشكال في الشكل وفي الإملاء. اليوم إن شاء الله عندنا الإملاء رقم 14. إذن كما دائما تلميذ ما عليه إلا يحضر ورقة وقلم ويتبع معايا إن شاء الله، وفي الآخر الفيديو غيكون عندنا تصحيح ديال الإملاء مع شرح الكلمات الصعبة كيف ما دائما. إذا نبدأ على بركة الله. في قريتي بيوت تقوم على تل أرضه، انتبه، أرضه خضراء فصلة، حيث يتفجر الماء صافيا عذبا فصلة. اللي عنده إشكال في التنوين رانا دايرة فيديو على التنوين، غنخليه في صندوق الوصف. عندنا تنوين نصب، عندي فيديو خاص اللي عنده إشكال في التنوين كيفاش يدير التنوين. إذا قلنا صافيا عذبا فصلة، بها جو معتدل وهواء عليل فصلة، وفيها تتمتع بهدوء لا ينقطع نقطة، لا ينقطع نقطة، إذا زرتها أحببتها وعشقت العيش بين أهلها الكرماء نقطة. إذن دابا غادي نديرو تصحيح إن شاء الله. عندنا السطر الأول. في قريتي بيوت تقوم على
في الاخر الفيديو غيكون الشرح ديال الكلمات تلين، قلنا الشدة تلين، ارضه الضاد تابو، يقدر شي واحد يكون داير الدال يقول داير ارضه ماشي ارضه، ارضو دو ارضه. دائما تنقول لكم تابو ما تبقاش تخلطوا ما بين الضاد والدال. ارضه خضراء، ارضه خضراء، فصيلة، ارضه خضراء عفوا، حيث يتفجر، شدة في الجيم، يتفجر الماء قبيلة، راه قلت الماء ولكن كنت ندير كلمة بكلمة. دائما قلنا منين نكونوا نقراو كلمة بكلمة تنقراو الألف واللام، ولكن منين تنكونوا تنجمعوا الجملة يتفجر دائما تنقول لكم تعلموا تقراو هكا باش تقراو بطريقة صحيحة. يتفجر هذا تكين ولكن ما تيتقراش، يتفجر الماء صافيا، قلنا اللي عنده اشكال ديال تنوين النصب هذا هو تنوين النصب، راه غنخلي الفيديو حلقه خاصه ديال تنوين النصب في صندوق الوصف، صافيا عذبا باش يعرف تعلم لها التنوين النصب ما يكونش عنده اشكال، صافيا عذبا فصيله، بها جو شده، جو معتدل، وهواء عليل فصيلة، وفيها تتمتع، انتبه من يكون هذا ردوا البال فصيلة، دائما تقول لكم ردوا البال فصيلة، وفيها تتمتع بهدوء لا ينقطع، نقطة، إذا زرتها أحببتها، وعشقت، هنا منين نقراو هذه بوحدها نقولوا العيشة، ولكن كيف ما قلت لكم سابقا وعشقت العيشة، مابقاش نقول وعشقت العيشة حيت هنا غادي نقراو جملة كاملة كلمة مع كلمة، دائما إلا قرينا غير كلمة بوحدها نقراو الألف واللام نقولوا العيشة، أما إلا قرينا هذه في القراية لاصقة مع هذه في الكلام ما تيتقراش هاد الألف، هاد أ ما تيتقراش، وعشقت تعلموا هكا ولكن مع ديمومة غادي تلقاو راسكم بأنكم صافي تعلمتوا، غير تبعوا هاد الطريقه وغتلقاو راسكم لسانكم تسرح في القرايه اللي هي شكل صحيح، لان الاغلبيه ديال التلاميذ انا تنشوفهم عندي بالنسبه للتلاميذ اللي تنتعامل معهم انا تلقاهم في الثالث في الرابع في الخامس وتيقراو بهذه الطريقه، تيقراو عاشقت العيشه، لا وعاشقت العيشه، بين اهلها، الكرماء، نقطة النهاية. إذن دابا غادي نقراوها بطريقة سريعة شوية ونشرحوا الكلمات الصعبة. إذن عندنا في قريتي بيوت تقوم على تل أرضه خضراء، قالك في القرية ديالي كاينين بيوت ديالنا وديال الناس اللي جيراننا، تقوم
زعما تقوم هي مبنية على تل تل تل، هو أرض مرتفعة بلاصة عالية، تجي انت تكون دايز من تحت يبان لك، تتهز راسك الفوق يبان لك داك البيوت تقوم على تل أرضه خضراء. تل هو أرض مرتفعة بلاصة عالية فشي جبل، هو صغير ماشي كبير بزاف، وتتكون الأرض ديالو خضراء كله خضر داك التل داك البلاصة العالية، وكاين فيه داك البيوت في داك القرية اللي تحكي عليها هاد اللي تحكي في هاد النص هذا. حيث إذا عندنا التل هي أرض مرتفعة، أرض مرتفعة هو التل. حيث يتفجر الماء صافيا عذبا، إذا عندها تتفجر من العيون ديالها الماء الصافي العذب. العذب هو الحلو، حلو المذاق زوين، كاين اللي بعض المرات تتشرب شي ما تتلقاه مالح تتلقاه ماشي ما زوينش تيضرك. إذا هاد القرية هذا العيون ديالها اللي تيتفرج منه تيتفجر عفوا منه الماء، هاد الماء تيكون صافي نقي وعذب، عذب هو حلو المذاق. بها جو معتدل وهواء عليل، الجو ديالها معتدل معناه ما كاينش الصهد وما كاينش البرد، والهواء ديالها عالي والهواء ديالها زوين، زوين الهواء ديالها ماشي فيه تلوث ولا، الهواء ديالو زوين ديال الطبيعه وديال النسيم ديالها عليل وزوين. وفيها تتمتع بهدوء لا ينقطع، معناه هو تيهضر مع هذا فيها تتمتع اللي تيجي، لان زعما انت لا جيتي عند هاد الكاتب هذا اللي تيقول هاد النص، تيقول لك الا جيتي عندهم القريه ستتمتع بهدوء لا ينقطع. الهدوء معناه عندهم الثقيل كالم، ما عندهمش السيارات والطوموبيلات والشاحنات والصداع ديال المدن، حيت المدن الكبيره فيها الشاحنات تسمع الطرقان والكلاكسون وكاين كاين الضجيج. اما هاد القريه فيها الهدوء لا ينقطع، الهدوء بالليل والنهار دائما كاين هدوء الكلم. بعد الزائر تلقى راحته، اولا الماء العذب، الجو معتدل، الهواء عليل، الهدوء الذي لا ينقطع. قال لك اذا زرتها، تهضر مع هذا اللي تيقرا، قال لك اذا زرتها احببتها، اذا زرتي هذه القريه غادي تعجبك ستحبها. احببتها وعشقت العيش بين اهلها الكرماء، قال لك هاد الا زرتي هاد القريه غتبغيها وغتعشق غتبغي العيش في وسطها بين الاهل ديالها الكرماء، الناس اللي ساكنين في هاد القريه كرماء. الا جا عندهم الضيف تيكرموه من ناحيه الاكل من ناحيه الضيافه من ناحيه كل شيء، بين اهلها الكرماء. اذا نعاودوها دابا، دابا شرحناها باش نديرو قراءه صحيحه، تبعوا معايا. في قريتي بيوت تقوم على تل أرضه خضراء، الوقف من الفصل. حيث يتفجر الماء صافيا عذبا، بها جو معتدل وهواء عليل، وفيها تتمتع بهدوء لا ينقطع. إذا زرتها أحببتها وعشقت العيش بين أهلها الكرماء. بالنسبة للتلاميذ اللي تيقراو تيديروا هاد الإملاء، غادي ديروا الإملاء وغادي تسمعوا ليا الشرح، ولكن في الأخير غتقراوه قراءة مرة وجوج وثلاثة منها تتعلموا تقراو بهذه الطريقة هذه، وغادي تسرح لكم لسانكم وغتقراو القراءة الصحيحة. هذا كل ما يخص الإملاء ديال اليوم، تنتمنى يكون نال الإعجاب ديالكم، وما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة، وما تنساوناش بالدعم ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.